لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، ثمامة والتغيير. ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، حدث له قصة. وقع في الأسر قبل إسلامه، أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المسجد وجد ثمامة مربوط في سرية من سواري المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ وهذه كأنها إشارة، الذي يدخل المسجد يكون عنده جديد. فقال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت المال تعطى، وإن تعفو تعفو عن شاكر. تركه صلى الله عليه وسلم وأتاه في اليوم الثاني، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن سألت المال تعطى. فتركه صلى الله عليه وسلم وأتاه في اليوم الثالث، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن سألت المال تعطى، وإن تقتل تقتل ذا دم. لاحظ أن بداية التغيير يظهر في الألفاظ، بداية التغيير يظهر في ألفاظك. فثمامة في اليوم الثالث تغير، بدأ هناك ملامح للتغيير. ثمامة بعد في اليوم الثالث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فانطلق ثمامة غير بعيد، ثم اغتسل وآتى للمسجد وأعلن شهادة التوحيد ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. وكان ثمامة بعيد جدا عن التغيير، فقال لثمامة: والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجه محمد، فأصبح اليوم أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح اليوم أحب دين لدي. والله ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبحت اليوم من أحب البلدان إلي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هنا نقف. ثمامة دخل المسجد غصبا وقهرا، وربطوه في سرية من سواري المسجد. لم يصلي كما صليت في رمضان، لم يقرأ قرآن كما قرأت، لم يصوم كما صمت، لم يتهجد كما تهجدت، لم يعتكف كما اعتكفت. إلا أنه لما رأى بعض السلوكيات تغير رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أنا وأنت اعتكفنا العشر وصلينا الشهر، تهجد قيام صيام قراءة للقرآن، ثم بعد رمضان يحدث الترك والتخلي وتعود ريما للعادة القديمة، إذن هناك خلل. أين الخلل؟ الخلل قطعا عندك، لأن القرآن الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنت دخلت بإرادتك ورغبتك، وأنت الذي تريد وحريص على السنة، وثمامة مقيد مسلسل، إلا أنه تغير. إذن صدقني، إن كنت تريد التغيير فالبداية من عندك، ودعك من الأماني، ودعك من اختلاق المعاذير. الإنسان إذا أصيب بالكسل برع في إيجاد المعاذير. لا تنسى ثمامة تغير، ومع التغيير بدأ يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. هيا انطلق للتغيير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.